شكرا حسام. حقيقة حنبدأ بالخبر بتاع تعيين خضر جبريل موسى مديرا لوقاية النباتات خلفا لكمال الدين عبد المحمود. أنا دار أرحب بزميلنا الأستاذ الطاهر ساتي الكاتب الصحفي المعروف. طاهر مرحبا بك. طاهر طيب لحد ما يجي الطاهر على التلفون. هل لهذا القرار أي ارتباط بالجدل الدائر الآن في موضوع شركة أمطار للاستثمار المحدودة؟ أنا أفتكر دي واحدة من الملاحظات المهمة أنه هذا القرار في هذا التوقيت ربما يعطي رسالة بأنه هنالك ارتباط ما. طبعا كان مفروض ناس الوقاية النباتات يجون هنا في الحالة القديمة على شركة أمطار. الطاهر وصل. سيد الطاهر ساتي مرحبا بك. السلام ورحمة الله وبركاته. طاهر قرار تعيين خضر جبريل موسى مديرا لوقاية النباتات، هل يمكن أن يقرأ في سياق المعركة الإعلامية الدائرة الآن في موضوع شركة أمطار؟ نعم، إعفاء دكتور كمال وتعيين دكتور خضر في إطار واحدة من يعني تداعيات القضية الراهنة والأزمة التي حدثتها قضية فسائل أو نخيل شركة الأمطار. يعني وكان واضح جدا الأخطاء اللي ارتكبتها إدارة الوقاية من بداية الاستيراد أو من بداية استجلاب هذه الفسائل، بحيث أن الشركة أوفدت 5 أعضاء من الوقاية والحجر الصحي للإمارات، والـ5 أعضاء أو اللجنة كلها يعني كتبت تقرير أو ممكن نقول كتبت موافقة بترحيل 200,000 في فسيلة إلى الخرطوم ومنها إلى الدبة. يعني النخيل دي جات بموافقة وإشراف ورعاية إدارة وقاية النباتات والحجر الصحي وعضويتها التي أرسلت إلى الإمارات. والشركة بتقول إنه الأعضاء ديل كان عندهم مطلق الحرية في الإمارات الكشف والفحص ومعاينة الفسائل في المزرعة، ومن ثم سمحوا للشركة بنقلها إلى الخرطوم. وهذا يمكن اكبر اخطاء التي يعني يمكن اكبر اخطاء القضيه انها الفسائل رحلت الى الخرطوم والى ثم الى الدبه. حتى بعد ذلك قرروا اعاده او هم راوا انها مثلا غير صالحه او مصابه. طيب الطاهر اذا انت بتربط بين القرار الاعفاء والقضيه، هل الموضوع واقف ان فقط مدير وقاية النباتات؟ ما هي كل المسؤولية المباشرة إدارة الوقاية. إدارة الوقاية هل هناك عن أي لجنة بتاع التحقيق في الموضوع عندك أي معلومات؟ نعم تواردت ممكن الأنباء اليوم بعد إعفاء مدير إدارة الوقاية تم تشكيل لجنة تحقيق برعاية المهندس إبراهيم محمود. طبيعة التشكيل هذه اللجنة يعني بوصفها هي لجنة حزبية هي لجنة تحقيق يمكن كبيرة بتضم مختلف التخصصات والجهات ما في الأمن الاقتصادي لتحقق مع أطراف القضية، لأن القضية دي يمكن أطراف كتار، يعني وزارة الزراعة وإدارة الوقاية وغاية النباتات وبالإضافة إلى الشركة والأعضاء الذين مثلوا الوقاية، يعني الأطراف القضية كثيرة، ولذلك تم تشكيل هذه اللجنة. متأكد من تشكيل اللجنة دي؟ لأنه أنا ما اطلعنا على قرار خضر جبريل، لكن ما في قرار بتشكيل اللجنة. مصادر هناك مصادر مؤكدة أكدت أن تم تشكيل اللجنة. سيخضع وزير الزراعة لا لا, لا 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 أدري يعني إن كان وزير الزراعة، ولكنه مسؤول يعني مسؤول مسؤولية سياسية ومسؤولية إشرافية. طيب. وكل هذه اللجان تنعقد وتنفض تحت رعاية وزير الزراعة. وزير الزراعة بالتأكيد مسؤول، ولا أدري كان أنت دعيت لإعفاءه أو التحقيق معه؟
تروح نعم من مقالاتك؟ طالبته. نعم، هو مسؤول، لأنه الوزير من الأول كان ممكن يتخذ قرارات إدارية وعقوبات إدارية تجاه إدارة الوقاية، لأنه إدارة الوقاية هي دخلت البلد ودخلت الشركة في هذه المأزق، لأنه من البداية كان الإجراءاتهم كانت خاطئة، يعني كان فيها الكثير من التساهل، وحملوا الشركة مسؤولية هي ما مسؤوليتها، يعني الشتول دي جات بإشراف وبرعاية وبأمر اللجنة، ولذلك إنه وزير الزراعة مسؤول يعني. طيب هو وزير الزراعة هو رئيس مجلس إدارة شركة أمطار؟ نعم بحكم المنصب، لأنه السودان عنده 40% من الأسهم والإمارات 60%، بحكم المسؤولية شيء طبيعي ده في حتى في كثير من المشاريع اللي المشروع الجديد. لا يعني أنا قصدي على الأقل يا طاهر، نعم هو نعم هو رئيس هنا الإدارة بيمثل حكومة السودان، يعني وضعه الآن وضع مربك شوية، هو رئيس مجلس إدارة من جهة. والله حتى الآن لا ندري يعني طبيعة هذه اللجنة التي شكلت، وهل سيكون وزير الزراعة من ضمن الذين يجب أن يتحقق معهم أم لا، ولكن في كل الأحوال سواء حققت معه اللجنة أم لم تحقق فإن وزير الزراعة مسؤولية كبيرة جدا في هذه الأزمة. طيب كون انه هو رئيس مجلس الاداره وهو الذي اصدر قرار باعدام هذه الشتول او رجعها، كان في قرار وزاري زي ده؟ وهو كان في اكثر من قرار، لجنه الوقايه اجتمعت وسلموا قرار بالاباده، ولكن فيه 13 بروفيسور موقع، 19 بروفيسور موقع على نعم 19 ما كلهم موقعين، كم الموقعين؟ لا ادري، لكن ما كلهم موقعين، وحتى في القرار الثاني ايضا في كثيرين منهم امتنعوا عن التوقيع، ودي بتصير يعني علامات استفهام بعد. نعم لو كان القرار يعني مهني بحت او علمي بحت فيجب ان يكون طيب اجماع حوله. الطاهر في معامل وطنيه دخلت واثبتت يعني انه هذه الشتول او هذه الفسائل فيها المرض، كل هذا غير صحيح. يعني الأزمة دي نعم غير صحيح. الأزمة دي كشفت لنا حاجة مهمة جدا، إنه معاملنا غير مهيئة بحيث إنها تكشف أو تكتشف الكثير من الفطريات، ومنها فطريات البيوض. فهم اللجنة اللي تشكلت في الأول وكشفت في معمل الحجر ما قدرت تثبت، هم يقولوا انه في علامات، وعلامات دي طبعا ما دليل علمي. ثم بعد ذلك كانت معامل جامعه الخرطوم ايضا ما اثبتت في علامات، يعني وفق هذه العلامات او ما يسمونه هم مؤشرات او دلالات قاموا ارسلوها بريطانيا، لانه اصلا لو كانت معاملنا بتكشف ما كانوا حيرسلوها بريطانيا وهولندا، العينات دي مشت في دولتين، الشركة أرسلتها لبريطانيا. الشركة منفردة بذلك يا طاهر. نعم. الشركة وليست وزارة الزراعة، يعني عادة في مثل هذه القضايا بيتفقوا الاثنين على جهات محددة بعينة متفق عليها ترسل لها مثل هذه العينات للفحص. هي الشركة لم تمانع عندما أرسلوها إلى هولندا، الشركة لم تمانع، ولكن الشركة أيضا هي براها يمكن لتطمئن أكثر أرسلت عينات إلى لندن، من المفارغات في إرسالية لندن وإرسالية هولندا، من إرسالية لندن وصلت بعد يومين فقط، وبعد ذلك تأخرت جدا النتائج بتاعت هولندا، والشركة لاحقت الوزارة بخطابات عشان عايزة تعرف إنه النتيجة وصلت لوين. وعندي صورة من الخطاب اللي لاحقوا بها الوزير بعد أكثر من أسبوع وبعد ملاحقات، حتى اليوم حتى هذه اللحظة وزارة الزراعة أو إدارة الوقايات لم تخرج أصل التقرير أو أصل النتائج المختبرات، كل المستند الآن اللي بيتكلم عنه إنه خطاب حررته عضوة أو واحدة من أعضاء اللجنة لإدارة الوقاية، لكن ما في لحد الآن ما في تقرير من المختبر الهولندي، أصل التقرير غير موجود.
الطاهر كل انا الموجود. نعم علمت انه الاخ الوزير دخيري بيده كل التقارير هذه المعامل، الاصول بتاعتها موجوده بيده، لكن انا دار اشير لك الى كلام موجوده دكتور. وين ما هي اصلا لو في تقرير يا اخ الطاهر، بمجرد ما التقرير المعمل يجي من الشيء الطبيعي انه يتم ارساله على الشركه لانها هي صاحبه القضيه لحد الان، لحد حتى هذه اللحظه، وليك الاتصال بالشركه، الشركه لم تستلم اصلا التقرير. طيب الطاهر استلمت ملخص، اللي هي الملخص ذاته تم نفيه، المختبر الهولندي نفى هذه الملخص. دكتور عزة صديق حسين، عضو اللجنة الدائمة للتجاوز، أستاذ مساعد أمراض النباتات قسم وقاية المحاصيل كلية الزراعة جامعة الخرطوم، بتقول أنه ظهر المنتفعون، ودي أول مرة أقابل زول باع ذمته وجها لوجه، وأشوف كيف بيع الزمم يكون. بدأ هؤلاء بالتشكيك في طريقة الفحص والنتيجة، وقالت أنه معمل كلية العلوم أثبت النزاهة وبجدارة، أثبت الصحة يعني ما ذهبوا إليه. يعني هنالك أطراف ما تعبث في هذه القضية. أولا معمل كلية العلوم ليس ببعيد، على بعد خطوات مننا، ومعمل كلية العلوم لم يثبت كل ما في الأمر، إن هنالك علامات مظهرية. وزيادة ما لغة علماء حكاية ظهر المنتفعون هنا، واحدة من الغرائب، واحدة من الغرائب في القضية دي إنه يعني روح الثورية والتهريج اللي بتمارس من قبل طرف، يعني كأن هذه الفصائل غزو أجنبي، أو كأن هذه الشركة يعني جيش، يعني حتى اللغة الخطابات، ما اللغة المهنية أو العلمية الأكاديمية. لا كلام في الواتساب يا طاهر، يعني طبعا طاهر ده كلام في الواتساب. أنا أدري أقول لك شنو، إنه المعامل والمواصفات عندها لغة معروفة الأكاديمية العلمية البحتة، لكن كل الخطابات التي يعني منسوبة سواء كان لعزة أو لمرمرة أو لغيرها، بتحس فيها بالروح الثورية، يعني كأنه بيان سياسي أكثر من إنه تحليل أو نتائج علمية. بذات واحدة من الغرائب، يعني الحصر شنو ما في النهاية، هي مسألة مهنية وعلمية ما أكثر من كده. الأستاذ الطاهر، هنالك يعني اتهامات هنا وهناك بأنه أطراف ما تعبث بهذه القضية، ولذلك تم تشكيل لجنة التحقيق. لجنة التحقيق دي حتصر الكثير. أنت في تقديرك القضية دي ما قضية علمية؟ الجماعة ده اللي بيقولوا إحنا اشتغلنا شغلنا، لكن في ناس تانيين ما دام الموضوع ده يمشي، والله الموضوع ده شركة عندها قروش، طيب عندها فيها إمكانيات، بتتصرف خارج سياق الدولة، مطلوب منها أنها تحفظ الفسائل دي. لا، الفسائل دي سربت إلى الشمالية، رسلنا ناس يمشوا الشمالية سينفذوا الحرق هذه الفسائل، هذه اللجنة أوقفت، هنالك يد ما تعبس في هذه القضية. الجماعة اللي بيقولوا الكلام ده، انت سالت سؤال مهم جدا، انه هل القضيه دي قضيه علميه؟ لو كانت قضيه علميه لتم حسمها في رحله الامارات، طيب، ولو ما تم حسمها في رحله الامارات لتم حسمها بالمختبر الهولندي. الان اكبر اتهام، لكن الطاهر مختبراتنا الوطنيه وين؟ اكبر متهمات مختبراتنا الوطنيه ما قدرت، مو قال ما قدرت، هي شغاله طوالي يعني قبل امطار دي، كل اللي قبل امطار ده كله له فايده. لا، الفطريات دي معقده حسب كلامه، يعني حسب كلامه هم ذاتهم معترفين بالمساله دي، حتى وزير الزراعه معترف، هو الوزاره يعترف. وين وزير الزراعه؟ ما هو ارسال العينات لهولندا واحده من الدلائل. لا دي ديك جهه في قضيه خلافيه، في ارتياب انه تمشي لجهه ثانيه. العينات دي اصلا هنا ما اخضعت لتحليل بحيث انها تكشف الفطريات، لكن هم بيقولوا انه علامات تشكيك، يعني ممكن نقول كويس باللغه العاديه حقتنا. والله الكلام اللي كاتبه دكتور عزه ده ما تشكيك، ده يقين، بيتكلموا عن يقين. لا، هم بيقولوا تشكيك. انت حتى لو قريت بتقول انه المعمل ده اكد الحكايه اللي قالوها هم بصوره يعني ما فيها اي لبس. طيب هسه الان، لحد الان حتى المعمل الهولندي يا أخي الطاهر، حتى المعمل الهولندي بيطالب بأنه إعادة فحص. آخر خطاب جاء من المعمل بيقول أنه النتائج اللي ذكرت في خطاب مرمر
ليست هي النتائج الصحيحة، وطالبت بإعادة فحص. السمة أخطر ما في القضية دي شنو الآن؟ إنه الشركة في بيان رسمي اتنشر في صحف اليوم وجه اتهام للوقاية بأنها تلاعبت في نتائج المختبر الهولندي. ده أخطر اتهام الآن توجه للجنة الوقاية، ودي هتكشفها لجان التحقيق. ثم مختبر آخر محايد متفق عليه. يعني الآن القضية دي خطورتها في إنه يعني الوقاية دي ذات إدارة الوقاية اللي هي واحدة من صمام أمان البلد الآن أصبحت في محل يعني شكوك، محتاجة إنها تبرئ نفسها أو تحاسب المخطئين فيها. طيب واحدة من الحاجات الثانية اللي بتخلي إنه أنت سؤال، أنا برجع لسؤالك إنه القضية مش علمية. واحدة من المسائل الثانية اعتراض بعض الأساتذة وعلماء في اللجنة على إبادة الفسائل. متفقين طيب. على يعني النتيجة مختلفين في الوسيلة؟ أيوة لا، في عديل قالوا إنها لا يعني هم مفترضين على النتيجة الوسائل. لا نعم 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 ما في نتيجة قدامهم. لو كان أصلا في نتيجة مفصلية قدامهم العلماء ما بيرفضوا إنه يوقعوا على قرار. هل صرحوا بذلك يا الطاهر؟ ما هي مشكلة نحن نتكلم عن الناس الآن ما ظاهرين. في قرارين توقيعين في الاثنين ما في إجماع، ويمكنك أن تسأل وزارة الزراعة. والله إحنا لسه وزير الزراعة ذاته يتكلم لنا يعني. لأن السيد الوزير يطلع للرأي العام ويقول رأيه، لكن كده حاسلك عن مهمة خضر جبريل. لكن معايا سالك سالم. اجتهدنا كثيرا الليلة من يومين نحاول نستنطون. كل واحد بيقول أنا مانعني من الكلام. في حين إنه مانعني من الكلام في الجرائد والتلفزيون تلقاه لك مال الواتساب. يعني ما بيتمنع من الواتساب. ممنوع بس من الجرائد والتلفزيون. الآن إحنا حاولنا نستنطق وزير الزراعة ومدير وزارة الوقاية. قال في قرار منعونا من الكلام، في حين انه كلامه مال الواتساب. يعني في ازدياد تناقضات، في عدم مسؤوليه ذاتها من الجهات المختصه. المفروض الوزير ما يعزم ذاته في كلام، المفروض يعقد مؤتمر صحفي يوضح الحقائق. يعني يا خاسر هو متهم. اسمع يا الطاهر، في وضع الشك نعم. من الصباح نكورك مع ناس البوليس عشان زول يقول كلمتين في موضوع التفجير الحاصل الليله. يعني واضح انه نهج الدوله عموما في التعامل مع الرأي العام والإعلام فيه مشكلة كبيرة يعني صراحة. يعني بالتالي ده بيفتح الباب لكل التأويلات وكل التفسيرات. يعني يجيك مداخرين بعد ذاك يعني. نعم متفقين في المسألة. طيب خضر جبريل، مهمته كيف تفتكر في القضية دي؟ والله أنا الآن القضية دي بالذات يمكن في تقدير إنها طلع يعني ما حتكون مسؤول منها يمكن خضر جبريل لحين احتمال التحقيق في القضية بواسطة اللجنة. وبعد ذلك برضو أيضا من حق خضر جبريل كمدير إدارة من حقه يعيد فحص الفسائل. يعني من حقه. طيب شكرا لك الطاهر. أنا داير أرحب بخالد سالم مقتسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أمطار. سيد خالد مرحب بك. أهلا وعليكم السلام سيدي. كنا ننتظرك في الاستوديو. والله يا سيدي انا اعتذرت لانه اليوم كلمتوني وحاولت اغير البرنامج وما قدرت اعتذر. لكن ما الاعتذار ما وصلني. انا ما اتصلت عليك واتفقنا وما رجعت لي. يعني الاعتذار لا وصلني بصوره مباشره ولا بصوره غير مباشره. يعني والله انا اعتذر منك اذا ما وصلك. انا بلغت عن السكرتارية وبلغت اخونا سيف يكلمكم. ما بلغوني والله. انا على الهواء مباشره أقول لك لم يصلني ما يفيد باعتذارك عن حضور اليوم. يعني أنا لو ما إلي نية بس أنا يعني جسديا لا أستطيع أن أكون متواجد معك في الاستوديو. ما كان في مشكلة يعني. بس نحن يعني التزامنا مع السادة المشاهدين، التزامنا مع الرأي العام، نسمع رأيكم على العموم. أنت الآن معنا على الهاتف، نفهم منك يعني كيف بتقروا أنتم في الشركة ملابسات هذه القضية. يعني واضح الآن أنه الموضوع بات معقد. يعني القضية الآن مطروحة أمام الرأي العام بشدة، وهناك اتهامات بأنه في منتفعين وهنالك من يريد أن يلوي يعني عنق الحقائق لصالح الشركة أمطار. يعني باعتبارها شركة مستثمرة، بما أنها مستثمرة تفعل ما تريد في البلد. يعني والله يا سيدي أولا
يعني هذا الكلام، هذا الكلام مش صحيح وغير دقيق بتاتا. شركة مستثمرة إماراتية موجودون هنا شراكة مع حكومة السودان، حكومة السودان تمتلك 40%، شركة دونان تمتلك 60%، احنا موجودين من 6 سنوات. احنا عملنا مشروع ان شاء الله. الصوت واضح للإخوة في الكنترول. سيد خالد خليك معي دقيقة، صوت واضح يا اخواننا عشان ما تكون في مشكلة في الصوت. طيب خلوا لي برضو تلفون لسيد وزير الزراعة إبراهيم الدخيري أو أي واحد من أعضاء اللجنة اللي كانوا في اللجنة العلمية اللي عملتها الوقايات، أو ناس كمال أو أي زول من وقاية النباتات، خدوا التلفون ده على الهواء، الدار يتكلم منكم يا أخواننا في الموضوع ده ويقول رأي، وللشعب السوداني نحن على استعداد. تفضل يا سيد خالد، أنت بدأت تتكلم عن طبيعة الشركة 60-40. نعم 40%. عملنا مشروع تكلفة 180 مليون دولار. الحمد لله نجح المشروع، سوداني، الفخر سوداني، قلبنا سوداني، وخوفنا على البلد زينا زيكم، يعني نشرب من ميتكم، ناكل من أكلكم، حضارتكم 10 زي ما بقول. فأنا بالنسبة لي بعتبر حالي سوداني، ما بعتبر حالي دول غريب ولا بعتبر حالي مستثمر. موضوع النخيل بكل بساطة، أردنا نعمل مشروع نخيل في دولة السودان فريد من نوعه. المشروع الحجم الأكبر له 220 مليون نخلة، الحجم الأكبر له. الفيز الأول 2 مليون نخلة، توجهنا إلى دائرة الحجر الزراعي في وزارة الزراعة، يا أخواننا قاعدين نجيب النخل ده في السودان تعمل شنو؟ قالوا بنشكل لجنة تطلع معاكم. قالوا حاضر. شكلت اللجنة، طلعت معانا للإمارات، بحثت العينات شافتها، رجعت اللجنة. اللجنة أعضاء منو؟ تقدر تقول لنا أسماءهم؟ تتذكر؟ والله يا سيدي أخاف أغلط شيء على الهواء باسم. بس يعني مسؤولين كبار في اللجنة إدارة الوقايات؟ نعم نعم سيدي، مسؤولين كبار تم تعيينهم من قبل دائرة الوقاية بكتاب رسمي. ذهبوا للإمارات، داروا المشتل، وقفوا على الاختبارات، شافوا الأجهزة اللي عندنا ورجعوا. أنا مش عالم، مش دكتور في هذا المجال، ولا أنا اشتغلت في الحجر الزراعي، وهذا نوع متخصص من العلم مش أي فرد بيقدر يحيط فيه، يعني ما بيعرف إجراءاته. رجعوا للسودان، بعد 3 أيام قدموا لنا كتاب لا مانع من إحضار تسائل النخيل. إحنا مشينا بالإجراءات، جبنا تسائل النخيل، وصلت هنا، أعطونا إشي اسمه إفراج مؤقت. أنا ما بعرف هل يوجد شيء اسمه إفراج مؤقت في إجراءاتهم أم لا. أنا أستلم أوراق يا إخواننا، نفرج عن النخيل. قالوا الإفراج المؤقت للعينات اللي وصلت. نعم للعشرين، مش للعينات. أنا ما في عينات، أنا عندي موافقة بمئة ألف فسيلة نخيل، جبت منهم 20,000 فقط. الموافقة مكتوبة أستاذي بمئة ألف، جبتهم دخلتهم بتصريح الإفراج المؤقت، أخذوا عينات وبعثتهم للمشتل عندي في الموقع، حط لهم في الموقع. ما طلبوا منكم ما يتحركوا يكونوا موجودين بس عندكم في الموقع لحين صدور أي قرار معملي؟ نعم كلام صحيح، طلبوا منا وجودهم في المشتل، ونفذنا الأوامر، وضعناهم بالمشتل، وهم وضعوا عليهم 3 أشخاص من قبل الحجر الزراعي إنهم موجودين عندي في الموقع قرابة 20 يوم في التاريخ وصول فسائل النخيل. يعني الفسائل لم تزرع، الفسائل ما زال محجور عليها. طيب الوداء الدبة شنو؟ المكان المشتل هناك في الدبة. المشتل في الدبة. يعني سافر الدبة. نعم ما في الخرطوم. أيوة نعم. سافر الدبة لأنه المشتل في الدبة. تمام. بعد 4 أيام أو 5 أيام وجدنا نتيجة بتقول فيها إنه النخيل ده مصاب بمرض اسمه مرض البيوت. أنا كمستثمر هذا الموضوع خوفني أكثر من الحجر الزراعي. أنا ما داير أخسر، أنا ما داير أعمل مشروع 220 مليون نخلة لكي أخسر. هذا ما يقوله المنطق والعقل. والله قلت نعمل اختبارات أخرى. هم عملوا ركيمن لجامعة الخرطوم، أخذنا العينات بلجنة مشتركة من قبل حجر الزراعي،
شركة أنصار لجنة مشتركة. نعم لجنة مشتركة. نعم نعم. برئاسة الدكتورة البروفيسورة فوزية. فوزية. أيوة دي متذكر اسمها لأنه هي رئيسة اللجنة اللي عينها الوزير. تمام. ما عينها ما يعني الوزير ما عينها. رحنا عملنا الفحص اختلفت واحدة من الدكتورات اسمها الدكتورة مرمر مع الدكتورة فوزية. رئيس اللجنة البروف الأكبر مرتبة علمية بتقول داما مرض البيور. الدكتور وليس لدينا جهاز بقدر أكد أنه مرض البيور أو فطر عادي. أي فطر موجود في النبات. في أي مكان أي نبتة خذها من الشارع حتى موجود فيها فطريات موجود فيها بكتيريا في منها ضار وفي منها طبيعي. شباب الخلاف وين؟ في الشكل العلمي لمرض البيوض. مرض البيوض بينتشر من الأسفل للأعلى ببلش في الجذور وخلايا الجذور بفتتها. المرض ده بالعينة اللي بينك عندهم جاي من الأعلى للأسفل بالعكس. فهنا اختلفوا في الرأي العلمي. المهم قالوا الحل شو؟ فأخذوا عينات قالوا نبعثها لمختبر معرف لدى دائرة الحجر الزراعي في هولندا. معرف لديهم. نعم. الدكتورة مرمر اللي اختلفت مع رئيس اللجنة الحساب بالمختبر باسمها فاتح حساب هناك باسمها يعني بتتعاطى معهم من باب علمي. في كل مرة بيسحب عليها حاجة ما عندها جهاز بتوجه هناك العينات. ذهبت العينات في تاريخ 31/1/2017 الى هولندا. يوم 9/2 بيدينا تقرير بيقول فيه انه العينات موجود فيها مرض البيور بنسبة 99% إلى 100%. خمس عينات من اصل 6 ظهر فيها المرض من الدكتورة مرمر. نحن نصعق بهذه النتيجة ونحط ونسلم أمرنا إلى الله ونفهم الآن لأنه أصلا أنا ما بدي أخسر يعني ما بدي أدفع ملايين الدولارات. هاي النبتة لسه فسيلة عشان أعملها شجرة وأخذ منها خير بدي أخذ من 2 إلى 3 أكون دفعت المشروع من الدولار. خلينا نتكلم بمنظور تجاري. هي ليست تجارية مريضة والحمد لله اكتشفوا المرض عنا. كان الكلام يوم الخميس ليلا. الجمعة اجتمعنا اجتماع طارئ عشان نحدد آلية الحرق ونعمل إعلاميا ونحرقها بإيدينا ونظهر في أحسن صورة للناس. تفاجأنا بإيميل بيجي من المختبر الهولندي. الدكتورة مرمر احنا موجودين في كوبي يعني سي يعني صورة نسخة لنا وليس موجه لنا. بيقول انه النتيجة حق العينة فشلت والنتائج لا يمكن ان تقرأ. الايميل ده نشرته في الجرائد كلها اليوم. السؤال يا دكتورة مرمر اين جبتي هذا الاختبار؟ وانا ما عندي مشكله مع الدكتوره مرمر اذا عندها مشكله تخاطب الهولنديين اللي هي بعثت لهم العينه واللي هم ردوا عليها بالايميل. يعني هي اعطت نتيجه غير صحيحه الدكتوره مرمر. انا اقول لك انا لا اعلم. لا ما انت مش الكلام انه هي ادت افاده والايميل بيقول اصلا العينه نفسها هي مش كلام. النتيجه مش اصلا لم تظهر لان الاختبارات التي لم تجرى الاختبارات على العينة اصلا فمعناها هي اعطت نتيجة غير حقيقية. لا هي اعطت نتيجة بكتاب رسمي موثق لدينا نشر بالصحافة اليوم. يوم 9 الشهر الايميل وصل من الهولنديين ليها تو مرمر امطار في السي سي امطار كوبي نسخة لامطار مكتوب فيه بشكل واضح انه الاختبارات لم تتم والعينة فشلت في الاختبار والنتيجة لا يمكن قراءتها.
طيب تفسيرك؟ ما تفسيري، ده الورق يتكلم سيدي، انا لا اتكلم. لا بس لانه ده بيبقى اتهام بالتزوير يعني. والله يا سيدي انا ما يعني انا افتكر ده اتهام واضح يعني، اذا هو اعطت نتيجه غير حقيقيه فهي متهم الان. والله يا سيدي من قبلكم على الاقل يعني. الان في لجنه مشكله من قبل فخامه رئيس الدوله لحل هذا الامر. برئاسه انا ما اقدر ما اقدر اتكلم بالنيابه عن اللجنه، اللجنه تحقق، تقول ده تزوير، تقول ده خطا مهني، تقول عدم قدرة على قراءة الاختبار. وصلكم ما يفيد بأنه في لجنة شكلت؟ نعم نعم لدينا. برئاسة من وتفاصيل اللجنة؟ والله يا سيدي الرئاسة شكلت اللجنة اليوم، وإحنا بننتظر يعني زي ما بيقولوا الدعوة الرسمية من الجهة الرسمية. لا يعني وصلكم قرار الآن رئاسي بأنه في لجنة بتاع التحقيق؟ وصلنا هاتف لانه في قرار رئاسي. الهاتف وصلكم من وين؟ من 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 مكتب الرئاسه. من مدير مكتب الرئيس؟ لا مش من مدير مكتب الرئيس. والله ما وصلنا لي، وصل للناس الاعلى من عندي. بالضبط مين اللي خبرهم؟ ما عندي اسم يعني، مش تخصصي ولا بهم. المهم في لجنة رئاسية الآن، لكن يعني أنتم بلغتم شفاهة، ما في حاجة مكتوبة. نعم تم تبليغنا شفاهة إنه في لجنة سوف تشكل. سوف ولا شكلت؟ تشكل بالأمر. شكلت. طيب. طيب يا سيد خالد. تفضل. خليك معاي، أنا معاي واحدة من الأخوات، إذا الاسم صحيح مناهيد عبد الحميد. مناهيد. مرحبا بك، انت من وقايه النباتات دكتوره؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفينا باسمك وعرفينا بموقعك في الوزاره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا اناهيد عبد الحميد صديق ابراهيم اناهيد من الاداره العامه لوقايه النباتات، المعمل المركزي لامراض النبات. طيب نعم نسمع فاتك. كنت مشاركه في اللجنه اللي كونها السيد الرئيس او السيد الوزير بتوجيه للسيد مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بأنه نعيد الفحص ثاني مع الخبير الموفد من شركة أمطار أو شركة جنان اللي هي منتجة للشتول، خبير سوداني اسمه دكتور عصام. بالإضافة إلى معانا في اللجنة بروف نفيس الماحي ودكتور محمد عثمان إدريس ودكتورة فوزية عباس اللي هي مدير الحجر الزراعي، معاها ثلاثة من المعمل اللي هي أناهير عبد الحميد صديق عضو، وليلى عمر عمسيف، وعوض الله أحمد عبد الله خبير زراعي قديم بالمعاش. دي اللجنة اللي تكونت بواسطة السيد المدير العام لإدارة العمل وغاية النباتات السيد كمال عبد المحمود لإعادة الفحص بالمشاركة مع الخبير هو خبير في المناسبة خبير سوداني دكتور عصام جاي من الإمارات أو شغال في الجامعة بتاعت الإمارات، جابونا شركة جنان عشان يحكم في الأمر. فلو عندك أي استفسار، أنا ما كنت سامع الخطاب كويس. أنا الحين نسمع ها مشيت وعملت إعادة وكملي لنا. أوكي. تمت بعد قبل الحيثيات الأولى أنا ما كنت عارفة أنتوا بتقولوا في شنو، لكن بعد أنا بس من قرار دخولك في اللجنة وكملي لي الباقي دخلي. طيب اللجنة جات زارت الموقع وشافت الشتول وأخذت المفروض تأخذ عينات. تم نقاش محتدم وتم نقاش قوي جدا بين اللجنة اللي هي كانت مشقة، اللجنة ذاتها كانت مشقة النص، إدارة الحجر الزراعي غير الناس اللي كانوا جايين لنا من أطراف ثانية اللي هو كونوا السيد الوزير. فهم كانوا دايرين يتستروا على الموضوع، ونحن كنا جادين في إنه لازم ناخذ العينات ويفهموا إدارة المشروع يفهموا بإنه العينات تؤخذ بطريقة السابقة للفحص التي تم بالطريقة السابقة. ليه داري يتستروا يعني؟ نعم داري يستروا ليه؟ عملوا شنو يعني عشان وصلت نتيجتين وداري يستروا؟ اللجنة هو هي تكونت بتوجيه من السيد الوزير قبل ما يغادر الوزارة. وجه المدير العام للوقاية بانه يكون لجنة من ناس من بروف نفيسة في البحوث، دكتور محمد عثمان إدريس جامعة الخرطوم، والباقيين من الإدارة.
اللي هي انا كنت منهم ومعاهم معانا المدير بتاع الحج مدير الحجر الزراعي دكتوره فوزية. فالاختلاف في المجالات بيولد الاختلاف في الرؤى. يعني انت مثلا جول في البحوث بيختلف عن رؤيتك بتاعت الحجر الزراعي. القانون اللي بيكون هو الحكم او الفاصل في الموضوع ناس الحجر الزراعي، القرار المفروض يكون بتاع الحجر الزراعي. او بسام هاو انه الناس جابوا لهم خبراء دخلوهم في الموضوع عشان يكون في في يعني تبادل اراء او اختلاف الاراء. طيب وين التستر هنا؟ شنو؟ التستر وين؟ هو مش التستر، هو في الاول كانوا بيفتشوا في انه يعني يحجمونا نحن من شغلنا. كانت البروف نفيسه في الاول طوالي قالت في الاجتماع اللي هو حضروه ناس المشروع اداره المشروع ونحن في انه قالت نحن ما جزء من اللجنه. حتى هي سمحت لنا، هي الوزير كون اللجنه منها هي والدكتور محمد عثمان والدكتوره فوزيه فقط وما عندها دخل بينا نحن الثانيين. هي قالت نحن ناس الاداره دي حابوا يجوا وشاركوا معانا في الموضوع ونحن سمحنا لهم. انا طوالي كان حاضر الاجتماع بطريقه جانبيه، هو ما مجتمع معانا لكن حاضر الاجتماع السيد الوالي ولايه الشماليه والسيد المعتمد. فانا طوالي قمت قلت لهم يا جماعه انا من قبل ممنوعه من انه اتكلم من السيدة من بروف نفيسة، واتكلمت وقلت لهم يا جماعة أنا باحترامنا الموجودين كلهم نحن ما جينا يعني فاردين نفسنا، نحن جينا بقرار من السيدة المدير العام لدارة لغاية النباتات وهذا القرار بتترأسه السيدة بروف نفيسة. إحنا المبرر الأول بأنه ده أنا حسيت بأنه في مشكلة في تريك في اللجنة، هي مجرد ما جات استترت علينا تماما واقسطنا تماما من انه نحن نبدي ارائنا في الموضوع. واحنا جينا عشان ناخذ عينات، احنا من هناك هدفنا ومهمتنا في انه ناخذ عينات وتتم الفحص مع بواسطه الخبير مع حضور ممثل الشركه. فيبقى هي من اول من هنا طوالي حاولت يعني تتكلم معنا بطريقه ما ظريفه وما حلوه. طيب ها عموما الحاصل تجاوزناها ومشينا الخرطوم واشتغلنا العينات بحضورها هي وبحضور الخبراء وممثل شركة جنان اللي هو أبو عبد الله جاب معاه كل الأجهزة تحت الأحياء الجزئية واشتغلنا العينات بحضور الدكتورة مرمر وحضور كل الناس كل الأفراد كل أفراد اللجنة. قعدنا من بداية من نهاية بعد ما أخذنا اجتماع في الأول إنه هنعمل شنو اتفقنا على الطريقة اللي هنشتغل بها واشتغلنا لحد الساعة 9 بالليل. إحنا طلعنا من المعمل المركزي لأمراض النبات طلعنا الدي إن إيه. بكرة اتفقنا عليه انه نمشي دكتورة مرمر في معمل دكتورة مرمر بتاع الاحياء الجزائية نكمل الخطوة الثانية، وكملنا الخطوة الثانية. وبالاضافة بعد ذاك المفروض انه في الاجتماع، انا نسيت اقول لك هذا، انه في الاجتماع اتفقوا هنا في الدبة انه النتيجة النهائية دي النتيجة اللي حتطلع عليها حتطلع بها اللجنة دي عبارة عن نتيجة نهائية وملزمة لكل الاطراف. يبقى في الحتة دي المفروض الناس بمجرد ما تظهر النتيجة تلتزم بانه النتيجه اذا بوزيتيف ملزمه للطرفين، نيجاتيف ملزمه للطرفين. فبعد ما وصلنا للنتيجه النهائيه في معمل دكتور مرمر بكليه العلوم، هو ما هو يعني المسؤوله منه دكتور مرمر طبعا لانه في النهايه بينتمي لجامعه الخرطوم كليه تصدير العلوم القسم بتاع معمل بتاع النبات، فهي المسؤوله من المعمل. تمينا الشغل هناك وظهرت النتيجه بوزيتيف بشهادة الدكتور عصام خبير إنه هذه الفسائل فيها فطريات إنه مريضة يعني. فيها فطريات إنه الرسائل الرسالة أو العينات اللي أخذناها دي فيها فطريات. يبقى النتيجة هنا في الحالة دي بوزيتيف. الناس جن جنونة، ناس الشركة جن جنون، وأي التانيين الناس الموالين لشركة جنان أو موالين شركة أمطار جن جنون وفكروا في إنه لا نحن دي ما النتيجة النهائية نحن بنقتنع بها. طيب الحل شنو يا جماعه؟ بالراحه كده الناس تقتنع تشوف فينو الحل شنو. فشنو قرروا في انه نعمل سيكونسنج، ودي كانت رؤيه الدكتورة مرمر من اول اجتماع. بمجرد ما عرفت الارجيومنت بيننا وبين شركه امطار قالت يا جماعه انا ما اعترف في الموضوع ده، انا زول كنت مستشاره واديت ناس البغايا نتيجه بدي ان اي انا ما عارفاه اصلا شنو ولا هم قاصدين شنو، بانه الدي ان ايه ده هو الدي ان ايه بتاع الفيزياء الاكسسفرم البديلي المسبب لمرض البيوض. يبقى طالما في خلاف زي ده بين الدول احسن افضل طريقه انكم تعملوا تسلسل نيوكليوتيدي. التسلسل النيوكليوتيدي ده احنا هي ما عندنا، لكن نعمله في دوله محايده وشركه معروفه
ومعترف بها دوليا بتشتغل الحاجه دي. قالوا المعامل بتاعتنا دي ما مهيئه يعني. الشكل بتعرفوها بحكم انها بتعرف في هذا المجال. دكتور عصام ما نافاها وما وقفها في الحاجه دي واتفق معاها وقال لها ممكن، لكن احنا نعمل الاجراء الاول ونعيد التجربه من الاول. فوافقنا في الاول بعد الاجتماع وافقنا بانه نعيد كلامك. بعد الارجوه والتاخير وبعد ظهور النتيجه والناس فكرت في انه الموضوع ده ما كده يعني خلاص دي ما النتيجه النهائيه وما مقبوله، فطوال دكتور مرمل تعال اقترحت الاقتراع قالت يا جماعه احنا ما عندنا حل غير نحسم الاشكال ده بانه نرسم الموضوع ده لناس هولندا شركة ماكرودين عشان تعمل لنا التسلسل النيوكليوتيدي وبالتالي الموضوع يحسم. الجماعه دي وافقوا وما قالوا لا احنا ما قبلانين بالكلام ده، وافقوا وقلت لهم اوكي هذه انا جنبي يلا كلنا المعمل المكتب وبالاكونت حقها اللي هي اساسا بتتواصل مع الشركه دي من زمن بعيد او من سنوات كثيره شديد واشتغلت معاهم الشغل ده وما اول مره تبدا معاهم، عندها اكونت اوريدي مفتوح. عندها حساب. وافقوا وشلنا العينات اللي اشتغلنا عليها اللي هي طبعا في الاول كانت 10 عينات ما ظهر الفطر او ما ظهرت النتائج الا في 6 عينات فقط. في تفاصيل كثيره انا ما دارت اذكرها لانه الدي ان اي اشتغلوا باوتوماتيك. المهم هم قالوا حتى النتيجه بتاعت انا معي كان السيد خالد المقدسي معي على التليفون. كانت 6 عينات فيها ريزلت. فيها ريزلت طبعا الناس ما كانوا متفقين على انها ريزلت بوزيتيف ولا نيجاتيف. شالت 6 عينات دي بواسطه برضه رئيس اللجنه وانا شخصي انا ومعانا الخبير الاماراتي دكتور عصام والمسؤول من شركه جيران او اللي هو السيد ابو عبد الله. مشينا الدي اتش ال ومعانا دول ايوان دول ثاني من شركه امطار. كلنا مع بعض شلنا العينات اللي هي جهزتها دكتوره مرمر وهي اللي هي نفس العينات اللي اشتغلنا بها المره اللي فاتت، فيعني احنا شنو؟ ما شلنا عينه جديده او عملنا تدريب زي ما هم كانوا بيقولوا انه احنا ما جبنا عينات ما هي العينات ذات اللي اشتغلنا عليها. بحضورهم، يعني هم لو شككوا في انه العينات دي ما هي الحقيقيه اللي اشتغلناها فهم يشككوا في قدراتهم ويشككوا في نفسهم، لانهم هم ارسلوا العينات بحضور الناس كلها. اترسلت الست عينات دبل، اترسلت 2 يعني 12 عينه. يعني كل عينه ترسلت ريبليكات منها او مكررات منها 2 فكانوا شنو 12 عينه اترسلت يوم 31 ظهرت النتيجه يوم 9 لانه حصل في النص اجازه بتاعت نهايه الاسبوع في هولندا باجهزه السوق الاحد ما عندهم اشكال في ارسال العينات استاذ ناهيد هم يفتكروا عنه احنا وصلنا اتهام بانه عنده ارسال العينات دي ما هي العينات والنتيجه بتاعتها ما المعمل الهولندي ما قال انها ما صالح قال هو ما قدر يقرا العينات نفسه المعمل الهولندي ما عنده خلفيه على انها العينات نص حقيقه ولا ما حقيقه المعمل الهولندي ما عنده خلفيه عن الموضوع ده انت رسلت له عينات هو ما عارف الدي ان اي ده من منه رسلت له عينات دي ان اي بغض النظر من انسان ولا حيوان ولا نبات ولا حاجه ايا كان حي قلت له عمل لي سيكونسنج للحاجه دي هو ما عارف ولا عنده خلفيه لانه في خلاف بين دكتوره مرمر ولا الشركه الثانيه ولا في خلاف بين السودان ولا الامارات ولا كده ما عنده خلفيه عن الحاجه دي انت رسلت له دي ان اي منكر ما يعني ما معروف انه ده شنو فانت قلت له وريني السيكونسنج بتاع الدي ان اي ده شنو قالوا في البيان انه قالوا انه الاختبار لم ينجح لا يمكن قراءه اي نتائج لعدم صلاحيه العينات المرسله بنفس الرقبه الارساليه وبهذا يتضح ان النتيجه لم تظهر اصلا ولم تجري الاختبارات على العين التي تم ارسالها ومن هنا يبدو التساؤل كيف استطاعت الدكتوره مرمر عبد الرحمن مخاطبه مدير عام وقايه النباتات بنتيجه لم تظهر اصلا بعد فشل العينات ده السؤال اتركينا طيب يلا الكلام الداير بين الايميل الظهر ده انا اشكك فيه تماما تشكك فيه؟ لانه دكتور اشكك في الايميل الظهر اللي قال الكلام ده اول حاجه من ناحيه علميه ناس ماكرودين ما بيرسلوا للدكتوره مرمر ايميل زي ده بعد نهايه الفتره بتاعت الشغل يعني هم لو عندهم شك في السيكونسينج ما بيرسلوا لها سيكونس بيقولوا لها احنا فشلنا فما بيرسلوا سيكونسينج فانت لما تقول انه النتيجه ارسلتها دكتوره مرمر للمدير العام للغاية النباتات معناها هي اختلغتها من نفسها، معناها انت شككت في قدراتها، معناها انت اتهمتها اتهام انها
عملت تشيتنج للنتيجه. هم غش عملت خداع. المشكله انه الدوكيمنت الموجوده مرسلين ناس المقروضين نوري عامله كابشر او عامله سكرين شوت للاكونت بتاعها انه مرسلين لها سيكونسي لست عينات او تقريبا ل 12 عينه. ال 12 عينه اي واحده انت بتشيل السيكونس ده بتدخله لحاجه لبرنامج امريكي اسمه جين بانك بتدخله وبعد ذاك هو البرنامج ده هو اللي بيحدد لك انه ده بيشبه شنو. طيب ديك اكثر من 400 500 نوع بيشبه الحاجه دي حتى لو في تشابه بتاع حرف واحد للناس اللي بيفهموا الاحياء الجزيئيه. السيكونسنج عباره عن تسلسل للحروف المكونه للنيوكليوتيدات المكونه للدي ان اي المكونه في النهايه للكروموسومات للحاجه المعينه بتاعت اللي انت السلسله هتشوفها. طيب فشنو التسلسل بتاع الحروف ده؟ يعني انت ترفضي هذا الاتهام؟ دول عنده الحروف دي فلما يبقى متسلسل مثلا في اربع حروف بيقوم بيشبه حاجه ثانيه بيجيب لك اي حاجه ريليتد ليها عرفتها؟ وفي الاول بيجيب لك اول حاجه بيشبهها بنسبه بالنسب بحدد لك بنسبه كده لكده بيجيب لك في نمره واحد التشابه بنسبه 100% او 99%. نعم يا دكتور. أنا هيك نعم يا نعم. يعني دقيقة أسمع خالد لو عنده تعليق عشان أختم الفقرة. أوكي. سيد خالد المقدس عندك تعليق على كلام أنا هيك؟ نعم والله عندي سؤال بسيط هيك جدا إذا ممكن. طب أنا هيك سامعة سيد خالد؟ عندي لك سؤال بسيط. عندي سؤال بسيط جدا. الخلاف في اللجنة ما بينهم بين رئيس اللجنة وما بين الدكتور مرمر. انا ما كنت طرف فيه. اللجنه شكلت من مدير. انت زي ما ذكرت حضرتك ان اللجنه تشكلت من قبل مدير الوقايه النباتات. الرئيسه في اللجنه هي الدكتوره فوزيه ومعاها اعضاء اللي هي الاخت مرمر. الكلام ده صحيح؟ انا هيك السؤال ده ثاني انا بس ما سامعه كنت كويس. طيب انت بقول لك اللجنه برئاسه منو؟ مرمر ولا فوزية؟ برئاسه بروف نفيسه. هو اللجنه لما اتكونت اتكتبت من غير يعني رئيس بتاعت رئيس ولا كده. ايوه اتكتبت نمره واحد خالد. على حسب الدرجات العلميه. نمره واحد بروف نفيسه الماحي، اثنين دكتوره فوزيه، ثلاثه دكتوره مرمر، وبعدها نحن ناس المعمر وناس الحجر الزراعي. طيب الان يعني الخلاف كان بين اللجنه نفسها صح ولا لا؟ هي اللي بتكون الرئيسه. الخلاف كان بين اللجنه نفسها صحيح في الاول الخلاف ما زال الخلاف مع بروف نفيسه. ما زال الخلاف في نعم يعني هل كان في خلاف ولا ما كان؟ هل دكتورة نفيسة في خلاف؟ كان لها رأي علمي آخر أم لا؟ ده سؤالي. كان في خلاف في وجهة النظر أكيد يعني ما فيه كلام. كان هناك خلاف نعم سيد خالد. نعم. ما بين اللجنة المشكلة من قبل دائرة البحوث اختلفت ما بينها. ماذا تنتظر مني أستاذي؟ ما شنو؟ اللجنة اختلفت. ماذا تنتظر مني؟ تم تأكيد قبل هذا الاجتماع تم تأكيد الخبر أنه يوجد مرض البيوض وانتشر الموضوع بالإعلام. التاريخ هذا التاريخ اللي نتكلم فيه يوم 30/1 اللجنة ما كانت برضو مختلفة. ماذا تنتظر مني؟ اللجنة المشكلة من قبل دائرة وقاية النباتات ما بينها مختلفة. أنا كشركة ماذا تتوقع مني؟ يعني هو البحسم في المسائل دي سيد خالد المعمل. جميل. المعمل ما قدر يحسم والنتيجة كانت مش واضحة ورئيس اللجنة اعترضت عليها. لهذا الدكتورة مرمر بعثت في هولندا إيميل هولندا يشكك فيه. بناء على طلبكم يا سيد خالد. لا يا سيدي بناء على الخلاف. حسب رواية أناهيد قبل قليل أن اللجنة اللي اجتمعت كانت اتفاقة في البداية أنه إذا وصلت لقرار خلاص يكون قرار ملزم. خرج القرار من هناك بصورة يؤكد النتيجة بوزيتيف، لكن بعد ده رأيتم أنتم أن تبعث المسألة دي للخارج. أبدا. كلم البروف فوزية لحد الآن مصر على رأيها لحد تاريخ اللحظة.
اللجنة المشكلة من قبل دائرة الوقاية اختلفت فيما بينها على نظرنا ومسمعنا. ماذا تتوقع منا احنا ك ك ك كطرف محايد كطرف بينتظم نتيجة من دائرة؟ يا انا اهيد يا سيد خالد انا اهيد اساسا لانه النتيجة بتاعة المعمل المركزي او نتيجة الإدارة العمل وغاية النباتات تعتبر ملزمة وكافية جدا من اول نتيجة، كانت كافية جدا بانها يتم القرار وتنفيذ اجراء الحجر الزراعي بإبادة الشتول او ارجاعها اذا امكن. ده القرار الاول بتاعكم؟ ممكن في امكانية في قرار من اول اجتماع، من ما في خلاف على هذا القرار النتيجة الاولى ابدا، ما في اختلاف على النتيجة من اول نتيجه لحد اخر نتيجه اللي هي جايه من هولندا بتاكد وجود الفطر ايا كان وجود الفطر، في الفطر موجود. وهسي الان اذا مشيتوا الاداره العامه لغات النباتات وشفتوا الحضان بتاع المعمل المركزي لامراض النباتات الاخيره العينات الاخيره اللي شالت اتزرعت وموجود الفطر، وانا تاني شلته عملت له بيور كلشر، فموجود الفطر وظاهر لاي بني ادم. الزول المسكين البسيط دول الشارع المواطن العادي شفته وريته قلت له ده شنو، هيقول لك ده حاجه غريبه، ما حاجه طبيعيه. انت شفت اجزاء نباتيه موجوده خطيتها في وسط غذائي مفترض انها لو كانت نظيفه تكون نظيفه لحد اخر لحظه. العمل الحاسس في الموضوع ده المعمل ليه حصل نمو في الفطريات؟ العامل انا شفتها وعملت لها عزل وواضحه جدا السبورات بتاعت الفطر، طيب واضحه جدا المورفولوجي بتاعته بغض النظر عن انه فيوزيريوم البيدليس اوكسيتبروم البيدليس ولا ما وصلنا للمحاكاه الثانيه. دكتور المرحله الاخيره تحت التصنيف بتكون المولكيولر بايولوجي بالاحياء. سيد خالد طريقه الاحياء الجزيئيه. سيد خالد انا افتكر انتم يعني اذا في لجنه بتاع التحقيق هي المفترض تحسم الموضوع ده، اتفق معي انت وانا هيد؟ لان واضح انه الجدل العلمي ده واضح انه في يعني في روايات دايره حسم، يعني هل كانت نتيجه المعمل الهولندي قالت كده ولا ما قالت كده، الكلام ده تشكك فيه وناهيد تثبتوه انتم في بيانكم، فبالتالي الموضوع ماذا الموضوع جدلي بامتياز. يعني يثبتوه بمخاطبه المختبر الهولندي ويأكد لهم الايميل هذا منه ولا لا؟ طيب القضايا العلمية هي الحاسم الرئيس فيها هي طبعا نتائج المعامل، يعني ده ما موضوع بتاعتك حنك. يعني مثل هذا الجدل الدائر في ظل صمت السيد وزير الزراعة وسكات وزارة الزراعة، يعني أنا شاكر لأنا هيدا أنها دخلت يعني، وعدم تمليك الحقائق للرأي العام بيعمل بلبلة وشوشرة ما في داعي لها. يعني الأصح دائما في مثل هذه القضايا لم تعالي بالسرعة المطلوبة أنك وطلعت للرأي العام عبر الواتساب وكذا، أن الناس يطلعوا للرأي العام ويقولوا كلامه يعني، وإلا في النهاية نحن ما حنقدر نبقى طرف حاسم في الموضوع ده. أي كلام بدون نتائج المعمل على هذه الطاولة بيبقى نقاش يعني ما منه فايدة، وأخطر ما فيه أنه بيشكك التشكيك في حتى في النتائج قدرة المعامل بتاعتنا ذاتها على أنها تعطي نتائج حقيقية لصالح هذا الرأي أو ذاك. شكرا للسيد خالد سالم المقدسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أمطار، شكرا للدكتورة ناهيد عبد الحميد من وقاية النباتات.